شكرا لهذا يعني التقرير التفصيلي اللي يبين المشاكل والتحديات اللي يتعاني منها بغداد في شقيها، الشق الإداري والبلدي. يعني اليوم المشكلة اللي أعتقد تصلنا الاستغاثة من المناطق اللي ذكرت، اللي هي تبدأ من منطقة الرشاد ومنطقة أطراف البلديات ومنطقة المعامل العماري والباوية والسعادة والنهروان ومناطق أخرى حتى بداخل العاصمة بغداد، هي تعاني من مشكلة شحة المياه. النتيجة هو التمدد السريع لهذه المناطق، وأصبحت مناطق هي مترامية الأطراف. طيب، ولا توجد خطط لتغطية هذا التمدد، دائما تكون المشاريع هي مشاريع عانية، مشاريع تغطي فترة من يعني الاحتياجات، وبعد ذلك هذا التمدد يصبح بدون ماء بدون خدمات. لذلك احنا استبشرنا خيرا عندما تم اطلاق الموازنة، ومحافظة بغداد اليوم هي بصدد تنفيذ مشاريع في مجال الإكساء وفي مجال شحة المياه، التي اليوم بالنهروان 10 أيام يلا يوصل المي إلى قضية بالتناوب بين المناطق، 10 أيام يلا يلحق المنطقة اللي تاخذ قبل 10 أيام. وكذلك هذه المناطق اللي ذكرتوها هي العماري وعمار بن ياسر والبزون والباوية والسعادة والمسارة، وكل هذه المناطق هي تعاني من مشاكل شحة المياه. طيب سيد جاسم، إذا متى تنتهي هذه المعاناة؟ نعم. معاناة المواطنين سيد جاسم، اليوم المواطن العراقي بات الحصول على المياه حلم صعب. نعم. المنال سيد جاسم، متى نتخلص من هذه المعاناة المستمرة؟ نعم. سيد جاسم، سنوات كثيرة، مشاريع كثيرة، أموال أيضا صرفت كثيرة لهذه المشاريع سيد جاسم. أحسنت. يعني اليوم عملية عدم تبني المشاريع الاستراتيجية اللي تكون خططها خمسية، اللي تراعي من خلال هذه المشاريع قضية التمدد. طيب. وزيادة السكان. احنا دائما المشاريع نقدمها الى 50,000، عندما ينجز هذا المشروع نجد ان المنطقة وصلت الى 150,000. اذا المشروع ولد ميت. لذلك هذا جانب. الجانب الثاني، هناك اختلاف بين من يتبنى تقديم الخدمات بين محافظة بغداد وامانة بغداد في بعض المناطق اللي هي بالحدود الادارية. صح. هذه المناطق دائما ما تعرف، مثل ما تفضل احد المواطنين في منطقة الأورفلي يقول احنا ما نعرف وين نروح، يعني للبلدية ساعة يقولون لنا 9 نيسان، ساعة تابعين هناك ايضا بعض البلديات الزراعية سيد جاسم. يعني هذا نعم، الزراعية بغداد تعرف انت اليوم شكلت اكثر من 25% من نسبة العشوائيات على مستوى العراق. وهذا بحد ذاته يراد له خطط ويراد له وقفة من قبل لجنة الخدمات والدوائر المعنية من الإعمار والإسكان والبلديات والمحافظات، حتى توضع عملية حل مشكلة العشوائيات. يجب أن ينظم السكن، يجب عندما ينظم السكن حين ذاك احنا نذهب باتجاه تقديم خدمات صحيحة. سيد جاسم، أما أنت قلت. نعم. قبل قليل يجب أن ننظم السكن ويجب أن نعمل كذا وكذا وكذا. نعم. لماذا لا تعملون؟ نعم، المشكلة الأساسية أخي العزيز، بغداد اليوم هي 1200 مجمع عشوائي. طيب. هذه المناطق اليوم دخلت من خلال سماعنا لرأي التخطيط العمراني والتخطيط الحضري، وعرفنا يعني وين نذهب احنا بحلول. هذه الحلول تكون استراتيجية، الغاية منها تقديم البنى التحتية لهذه المناطق، لكن هناك اختلاف في الرؤية لهذه هذا التنفيذ. طيب. هناك في بغداد، في المركز، في سنتر بغداد، في المناطق الأكثر حضرية، هناك مناطق عشوائية بداخلها، كان هي هاي محل خلاف بين أمانة بغداد ولجنة الخدمات، بأن بغداد يجب أن تأخذ أكثر مساحة. طيب. من الدراسة وتأخذ من التحليل وإشراك الدوائر التخصصية حتى تكون الرؤية مشتركة لحل كل هذه الأزمات. اليوم أمانة بغداد لا تستطيع تقديم الخدمات لهذه المناطق باعتبارها هي خارج التصميم الأساس أو خارج المنظومة الخدمية بالبنى التحتية.